الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تكلمت بالأمس عن المصادر الأصلية لتلقي العقيدة، وهي مصادر أصلية في كل أمور الدنيا. كل أمور الدنيا هي المصادر الأصلية للعقال العقيدة وغيرها. ولذا يجب على المسلم أن يتلقى عقيدته من المصادر، لأنها مصادر سندها عالي، وهي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض من المسلمين هدانا الله وإياهم خالفها. والسبب أيها الإخوة الشيطان، نسأل الله العافية، واتباع خطوات الشيطان وجثوم المستعمر على كثير من البلاد الإسلامية، نسأل الله العافية. ولكن يجب أن ينتبه المسلم ويعرف العقيدة الصحيحة التي ترضي الله عز وجل. لا يتبع العقل، لا يتبع الأمور المخالفة للقرآن والسنة، وإنما يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله، لأن الله هو الملك المدبر الخالق، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ولذا نجد يا إخوان، نجد بعض من المسلمين ينطبق عليه أنه جاهل وأنه فاسق. يعني لو سألت كيف نصنف هذا الرجل، تصنيفه الشرعي فاسق. لماذا؟ لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف أمر الله عز وجل، يعتبر فاسق. وأيضا جاهل، لأنه لم يتعلم هذا العلم الشرعي. ولذا يا إخوان، لو أننا تعلمنا العلم، فهمنا العلم، لا بد من الفهم. إذا قرأت آية افهمها وتدبرها واعمل بها. إذا قرأت حديثا افهمه واعمل به. سبب ضعف المسلمين وغيابهم عن دينهم وغيابهم عن عزتهم، العزة لله ولرسوله للمؤمنين، هو عدم الفهم. تجد يا أخي بعض من المسلمين وكثير من المسلمين يحلق اللحية. لماذا تحلق لحيتك؟ واللحية يا إخوان فيها فعل الرسول وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع فعل وأمر. لماذا يحلق الإنسان لحيته؟ جهل، يعني ينطبق عليه هذا الحكم، جهل وفسق، نسأل الله العافية. لماذا كثير من المسلمين ينزل ثوبه تحت الكعبين مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لماذا المرأة ترفع ثوبها أو عباءتها إلى الركبتين، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترخيه تحت الكعبين شبر؟ كل غياب عن فهم الدين. ولذا تجد بعض نساء المسلمين كأنهن من الكافرات، نسأل الله العافية. لباسها لماذا تظهر المرأة شيئا من جلدها، تحاول أن تظهر شيئا من جلدها؟ لماذا؟ سواء الساق، سواء العضد، سواء. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التبرج: قل لبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لو أن المسلمين يا إخوان فهموا دينهم وطبقوه كما ينبغي لكانوا في عزة.
والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيا إخواني، نحن في هذه الأيام المباركة، في هذه الله، في هذا المكان المبارك، أفضل مكان، ينبغي للمسلم أن يعاهد الله أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله قدر استطاعته، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، غاية استطاعتك. ما هو يقول أنا ما أستطيع؟ لماذا لا تستطيع؟ لماذا لا تستطيع؟ ما عنده. تجد بعض من المسلمين وللأسف يقرأ حديث الرسول في الضرر ويشرب الدخان. لماذا تشرب الدخان؟ ولذا من المسائل المكشوفة التي يستمر المسلمون عليها ظاهرا أمام الناس معاصي مجاهرة: حلق اللحى، شرب الدخان، تطويل الثياب، التأخر عن صلاة الجماعة، وكل مخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعائر ينبغي للمسلم أن يهتم بها. بالأمس كنا نتكلم عن هذه المصادر، ووعدتكم اليوم فقط أمور تطبيقية على الاستدلال بالمصادر وأقوال المخالفين وأدلة المخالفين، ثم أيضا الكتاب، لكن بعد ذلك أنصحكم بقراءة الكتب. أما وجودنا هذا إنما هو إشارات، إشارة وتشجيع. ولذا أحب أن أعطيكم الآن بعض الأسئلة كما طلب مني الإخوان، واكتبوها وقدموها قبل انتهاء المحاضرة بربع ساعة، لأجل نقدمها للإخوان. السؤال الأول: ما معنى ديباجة المتعلم؟ السؤال الثاني: ذكرنا أن الأصول التي يجب على المسلم أن يعمل بها القرآن والسنة والإجماع، أعطني دليل من القرآن أو السنة على وجوب اتباعها والعمل بها. السؤال الثالث: ما هو مستند العمل بالإجماع؟ ما هو مستند العمل بالإجماع؟ الظاهر أنها كافية، أنا كافية إن شاء الله، وهي سهلة. حاولت أن أقول. أما الآن يا إخوان لعلكم تذكرون أنني قلت بالأمس في بعض من العلماء وقعوا في التأويل، وسبب وقوعهم في التأويل هو أنهم قاسوا صفات الخالق جل وعلا على صفات المخلوقين، فقالوا إن أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، فحملهم ذلك على تأويل أكثر صفات الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة، وهذا خطأ. ولذلك نبين الآن، وقد سبقني الإخوة وخاصة الأخ يوسف حفظه الله قد سبقني في هذا الكلام عليها، ولكن لا مانع أن نضيف عليها بعض الشيء، لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن المخالفين وأهل البدع الذين خالفوا القرآن وخالفوا السنة نوعين: ممثلة ومعطلة. ممثلة يعني يمثلون الله بخلقه، ومعطلة يعني يعطلون الصفات أو بعض الصفات، ونحن سنتكلم باختصار عنها وثم نتكلم عن الأدلة. ولذا يا إخوان، الممثلة غلوا في جانب الإثبات لكنهم قصروا في جانب النفي، وهكذا كل من يخالف القرآن تجد عنده أخطاء كثيرة
المعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، ولذا خرج كل منهم عن الاعتدال. يعني مثلا الممثلة طريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. يعني الممثلة جعلوا صفات الله تماثل صفات المخلوقين، قالوا لله وجه ولله يدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا. لكن هؤلاء الممثلة يا إخوان لا يمكن أن يثبت لهم قدم، فلا يمكن لأي إنسان عنده أدنى عقل أن يقول عين الله كعيني، وجه الله كوجهي. ولكن مع هذا وجد من يقول بذلك، حتى إن بعضهم نسأل الله العافية وهو من الزائغين كان يخطب ويقول اسألوني عن كل شيء فاصفه لكم، فانسألوا عن وجه الله قال مثل وجه أحسن إنسان والعين كذلك، لكن قال في بقية الصور إن الله على صورة أجمل واحد من بني آدم. لكن يا إخوان هؤلاء تنقيص، لأنهم إذا شبهوا الله بخلقه هذا تنقيص. ما هو دليلهم؟ ما هو دليل الذين قالوا إن صفات المخلوق مثل صفات الله عز وجل؟ ما هو دليلهم؟ نحن لا نقول دليل، هم يقولون دليل، لكن نحن لا نقول دليل لأنه شبهة، شبهة وليس دليل. يقولون لأن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قال ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. عرفنا دليلهم، يقولون إن الله خاطبنا في القرآن بإيش؟ بما نعقل وما نفهم. هذه حجة صحيحة، الله خاطبنا في القرآن بما نعقل، هذه حجة صحيحة. ولهذا نعتقد يا إخواني أنه لا يوجد شيء في القرآن غير معلوم لكل الناس، وإن كان يخفى على بعض الناس لقصور أو تقصير، لكن بالنسبة لكل الناس لا يمكن أن يوجد في القرآن ما يخفى على الناس أبداً، لأن الله ذكر في القرآن أنه تبيان لكل شيء. قال تعالى يريد الله ليبين لكم. ولذا نعلم يا إخوان أن كلامهم في هذا أن الله خاطبنا بما نفهم هذا كلام صحيح، أن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم وما يعقل. لكن هم يقولون لا يمكن أن نعقل إلا ما كان مشاهدا محسوسا نراه بأعيننا، فإذا خاطبنا الله بشيء من صفاته وجب أن نحمله على ما نشاهد، فنقول اليد التي أثبتها الله لنفسه مثل اليد التي للمخلوقين، والعين والوجه كذلك. يعني المهم أن هذه هي شبهته، هذه شبهة صحيحة، شبهة العاقل يا إخوان العاقل هل يمكن أن يعترف هذا؟ ولذا هم يدخلون عبارات أو مقدمات سليمة صحيحة ثم يأتون بعدها بشيء مخالف، وهذه طريقة الزائغين عن طريق الحق، نسأل الله العافية. نحن يا إخوان نثبت لله من الصفات ما يليق به ولا يماثل صفات المخلوقين، ثم مذهبهم هذا التمثيل مردود بالقرآن وبالعقل وبالحس أيضا. ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقولوا إن الله مثل كذا، فجمع في هاتين الآيتين من بين النفي والنهي. ولذا نقول ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع
في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. هل يمكن أن يقتنع بهذا؟ هل يمكن أن يقتنع هؤلاء بهذا؟ نقول لهم أيضا من العقل الذي أنتم تعبدونه، هم يعبدون العقل ويستدلون بالعقل. العقل دلالته على بطلان التمثيل من وجوه. الوجه الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. ولذا يا إخوان نحن نصدق القرآن ونعتني بفهم القرآن في تباين عظيم في الذات، في ذات الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته يوم القيامة، وكلنا نعرف معنى القبضة، كلنا نعرف معنى القبضة، لكن لا نكيف. مذهب أهل السنة والجماعة نعرف المعاني لكن نجهل التكييف، ولذا أخطأ خطأ كبيرا من يقول إن أهل السنة والجماعة مفوضة. لا، ليسوا مفوضة، أجهل الناس هم المفوضة في المعاني والكيفية، لكن أهل السنة يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعاني. المعاني معروفة، القبضة معروفة، ولذا قبضته على ربنا سبحانه وتعالى. فمن من المخلوقات تكون له ذات كهذه الذوات، كهذه الذات التي تكون السماوات مطوية بيمينه والأرض جميعا قبضته، تكون الأرض كلها قبضته، هل هناك يد من المخلوقين يمكن أن تعمل هذا؟ لا. القبضة كلنا نعرف معنى القبضة، ما معنى القبضة؟ القبضة ما يقبضه الإنسان بيده. فمن من المخلوقات من يكون هذا؟ هذا من ناحية العقل، من ناحية العقل نقول هل هناك يد من المخلوقات؟ هم المخلوقات كلها، هل يمكن أن تقبض السماوات أو تقبض بعض الأرض؟ لا تستطيع. هذا التباين في الذات، كذلك التباين في الوجود. الرب عز وجل واجب الوجود والبقاء، والمخلوق جائز الوجود والبقاء. فالمخلوق حادث بعد أن لم يكن، كل المخلوقات، والآيات على هذه كثيرة. لكن نحن أيضا نقول لهم، هم لا يقولون بالتماثل في الوجود ولا بالتماثل في الذات. إذ التماثل عندهم، ما هو في الصفات. فنقول لهم، نرد عليهم: إذا أثبتتم تباين المخلوق والخالق في الذات والوجود، لازمكم أن تقولوا بالتباين بينهما في الصفات، لأن العقل يقتضي أن صفة كل موصوف تليق به. هذا دليل عقلي. وأيضا نقول لهم: القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. وأيضا نرد عليهم ونقول: القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. حتى الحس عرفنا يا إخوان بطلان مذهبهم بالقرآن وأيضا بالعقل وبالحس. الحس نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماءه أو صفاته في اللفظ، نشاهد من المخلوقات ما تشترك أسماءه أو صفاته في اللفظ،
لكنها متباينة في الحقيقة. يعني نحن ننظر الناموسة البعوضة لها جسم وقوة، والتباين بين جسمها وجسم الفيل وقوتهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بالمخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لكن نريد أن نبين كلمتهم، يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل وما نفهم، نقول هذا الكلام صحيح، إن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم وما نعقل، لعل هذه الأدلة كافية ومبطلة لمذهب هؤلاء. أيضا عرفنا مذهب الممثلة، وأن الذي جاء بالتمثيل هذا أول من عمل به من الرافضة، لكن الذي القائلين بالتمثيل في العهد الحاضر قليلون إن وجدوا، لكنه شيء قليل. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم بعض منهم جاءوا له في مكة أو في منى وناظروه مرة، قالوا إن الله في كل مكان، في المسجد وفي السوق وفي القصر، في أي مكان تكون فيه أنت فالله تعالى معك بذاته. ولذا الشيخ رحمه الله رد عليهم وبين لهم أن كلامهم هذا خطأ، ولذا قال أنتم مشبهة. فهؤلاء في آخر أمرهم الممثلة انتهوا الممثلة، لأن أول من قام بهذا واحد اسمه هشام ابن الحكم الرافضي، أول من دعا بالتمثيل هو هشام ابن الحكم الرافضي. لكن المتأخرين سلكوا مسلك التعطيل وأيضا مسلك الحلول من جهة أخرى، لأنهم نسأل الله العافية يعتقدون أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وبعضهم قال إنهم سلكوا مسلك المعتزلة. لكن نقول ما الفائدة ما دام أن التمثيل انتهى والقائلون به انتهوا؟ ما الفائدة من دراسة قول القائلين بالتمثيل وهم انقرضوا؟ نقول ربما هذا يرد على القلوب، فكل إنسان يثبت الحقيقة لا بد أن يرد على قلبه شبهة التمثيل. هذا التمثيل باطل وكل أدلتهم مردود عليها. وإذا شئتم التوسع في هذا فعليكم بهذا الكتاب، هذا الكتاب اسمه شرح تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين. التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم الشيخ ابن عثيمين قرب هذه التدمرية بكتابه تقريب التدمرية، ثم بعد ذلك شرح تقريب التدمرية. فعرفنا القسم الأول الممثلة وأدلتهم باطلة بالقرآن وبالعقل وبالمشاهدة، الحس. يعني مثلا نحن الآن هل سمعنا كله واحد ولا مختلف؟ هل بصرنا واحد؟ هل عقولنا واحدة؟ لا يا إخوان. القسم الثاني المعطلة، والمعطلة أنتم سمعتم كلام العلماء فيها، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه. لكن هؤلاء المعطلة بعضهم أنكر إنكار كلي أو جزئي، ولذلك حرفوا نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص، لكن معطلون للصفات. إلا أنهم وللأسف انقسموا أيضا إلى 4 طوائف وهم كثير، ولذا ينبغي لنا أن نعرف شيئا عنهم ونتكلم عن الأشاعرة. الأشاعرة إخوان مذهبهم منتشر،
وهم أقرب الناس لمذهب أهل السنة والجماعة، هم أقرب الناس لمذهب أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هذا من قوم أبي موسى الأشعري، وهم ينتسبون إليه فسموا أشعرية. لكن هذه النسبة، النسبة للأشاعرة لأبي الحسن، نسبتهم له غير صحيحة، نسبتهم لأبي الحسن غير صحيحة. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب السلف الصالح، فكيف ينتسبون إلى رجل رجع؟ ونحن نعلم أن مذهب الإنسان ما مات عليه، فهو رجع رحمه الله إلى مذهب السلف، وذكر في كتابه الإبانة أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. لكن طلابه وأتباعه أنكروا هذا وقالوا واستمروا على الخطأ. ولذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله له ثلاث مراحل، له ثلاث مراحل. لأول أمره سلك مذهب المعتزلة وبقي على ذلك 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة. المرحلة الثانية انتقل إلى مذهب الكلابية، حيث صاحب ابن كلاب وتأثر به، ونحن نعرف أن الكلابية أقرب إلى السنة من المعتزلة بلا شك، يعني ترقى اجتهاده وقراءته في العلم ترقى. ثم مرحلة الثالثة انتقل إلى مذهب السلف، وقد صرح بذلك في الرسالة التي تسمى الإبانة عن أصول الديانة. والأشاعرة شاع مذهبهم وانتشر بين المسلمين، ولا يزال كذلك في أكثر أقطار المعمورة. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعرف شبهتهم، وأنهم أثبتوا لله من الصفات 7 صفات، صفات الله كثيرة. هؤلاء الأشاعرة فأثبتوا لله 7 صفات فقط، وصفات الله كثيرة، صفات الله كثيرة. من 7 الصفات التي أثبتوها الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، يعني أثبتوا لله من الصفات 7 صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. أيضا على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم أن أثبتوا هذه الصفات وعطلوا الأخرى؟ وصفات الله كثيرة التي وردت في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه. سبحان الله، يخالفون القرآن ويقولون ويأخذون بالعقل، يقولون فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، ووجود المخلوقات ثابت بالعقل والمشاهدة، فإننا ندرك بعقولنا أن الخلق ليس بقديم بل هو حادث، ونشاهد أن المخلوقات تتجدد فيولد هذا وتنبت الشجرة ويحصل المطر وما أشبه ذلك، وكل هذا حدوث وتجدد. فيقول إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، لأن غير القادر لا يمكن أن يوجد، فنثبت لله القدرة بدلالة العقل من هذه الناحية، يعني أن إيجاد المخلوقات
دليل على قدرة الموجد. نحن نوافقهم على ذلك، كل يدرك بأن إيجاد المخلوقات دليل على قدرة الموجد. هذا وجه إثباتهم لهذه الصفات السبع، يعني يعتمدون في إثبات الصفات ونفيها على العقل. يقولون ما أثبته العقل نثبته، وما نفاه ننفيه، وما لم يدل على إثباته أكثرهم نفاه، وبعضهم توقفوا وقالوا إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، فالمخلوقات موجودة وإيجادها يدل على القدرة. لكن نسألهم لماذا خصصوا بعض الصفات وتركوا الصفة الأخرى؟ لماذا تخصيص بعضها؟ يقولون تخصيص بعضها بما يختص به دليل على الإرادة، يعني معنى التخصيص أن كون هذه سماء، هذه أرض، هذه شمس، هذا قمر يدل على الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأراد أن تكون الأرض أرضا فكانت. فيقولون التخصيص يدل على إرادة المخصص، وأنها لن تكون على هذا الوجه إلا بإرادة. نقول هذا صحيح. إذن فمعنى تخصيص بعضها ببعض أن كل مخلوق اختص بما خلقه الله عليه. السماوات لها شكل، والأرض لها شكل، والآدم له شكل، والحيوان له شكل. فكون على هذه الأوصاف وكل مخلوق مميز بما خلق له يدل على الإرادة. ولذا تكلموا كلام كثير كله عقلي، لكن هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم لا تقوم كما قالوا إلا بحي. ثم ذكروا أدلة كثيرة عن هذه الأمور. يقولون الأشياء، نسأل الله العافية. المهم شبهتهم، دليلهم يعتمدون على العقل ولا شك كما سمعنا من قبل، والعلماء يتكلمون عليه أن الاعتماد على العقل باطل في صفات الله عز وجل، لأن علم غيب عقل قاصر. ولذا نجد الخلاف بينهم، عقل هذا يخالف عقل هذا، وعقل هذا يخالف عقل هذا. فالاعتماد على العقل باطل، لكن هذا هو الذي زين لهم أن يعتمدوا على العقل. فقالوا ما أثبته العقل وجب علينا إثباته بقطع النظر، حتى أنهم يذكرونه بكتبهم بقطع النظر عن ثبوت القرآن والسنة. ومقتضى العقل نفيه، وجب علينا نفيه. ثم إن ورد في النصوص ما يخالفه، انظر كلامهم يا أخوان، انظروا كلامهم، رحم الله الجميع، هدى الله الجميع. إن ورد في النصوص ما يخالف كلامنا فإن كان يمكن رده رددناه، مثل أن يكون ذلك في حديث حيث يدعون أن هذا الحديث ضعيف، لأنهم يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. لكن ما صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق ينبغي أن نأخذ به ونعتمده. فهم يقول أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد، وصار كلما جاء خبر أحد يثبت بعض الصفات قالوا هذا خبر أحد لا يفيد اليقين وهو مخالف للعقل، فيجب رده وإنكاره. وإذا كان لا يمكنهم رده كالقرآن والأحاديث المتواترة، ذهبوا فيه مذهب التحريف الذي سموه تأويل، وصارت شبهتهم أنهم يعتمدون على العقل. يعني القاعدة عندهم ما هي؟ ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، وما لم يثبته ولم ينفه توقف فيه بعضهم. وبعضهم قال يرد، لأنه إذا لم يدل عليه العقل فلا يجوز إثباته، نسأل الله العافية. لكن يا أخوان هذه الصفات السبع يقول العقل يدل عليها فوجب إثباتها،
على أنهم لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. يعني مثلا الكلام عندهم الكلام مثلا عندهم ليس هو الكلام المسموع، الكلام عند الأشاعرة ليس هو الكلام المسموع، فالكلام المسموع مخلوق، والكلام عندهم كما يقولون هو المعنى القائم بنفس الله وليس هو الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به، ولا موسى عليه الصلاة والسلام حين نودي من الشجرة. طيب ما هو المسموع؟ ما هو الذي سمعوه؟ ما هو الذي سمعوه من الله عز وجل؟ يقول هذا المسموع مخلوق، هذا اسمه مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه. مثل ايش؟ قالوا كالمرآة التي تضعها امام الورقة فتقرأ الحروف بالمرآة، فخلق الله هذه الأصوات لتعكس ما في نفس الله. وأما الكلام يقول الكلام فهو الكلام النفسي، أما الله فلا يتكلم بشيء يسمع إطلاقا. سبحان الله، مذهب يا إخوان باطل. حتى العجائز التي لا يقرأن ولا يكتبن يقولون هذا كلام باطل، الله لا يتكلم بشيء يسمع إطلاقا. فإذا قيل لهم ما الذي سمعه محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ما الذي سمعه آدم عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعوا شيئا مخلوقا عبر الله به عما في نفسه. ولهذا يقولون هذا الكلام المسموع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. والواقع أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة والجهمية، لأن الكل متفقون على أن ما يسمع مخلوق، لكن المعتزلة والجهمية قالوا كل الكلام مخلوق. ولهذا يقول المعتزلة في القرآن إنه مخلوق وهو كلام الله، لكن الأشاعرة يقولون مخلوق وهو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. فصار المعتزلة أصدق منهم من وجه، حيث قالوا القرآن كلام الله، وهؤلاء يقولون ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. يا إخوان كلامهم تجل متناقض، كلامهم متناقض. ولذا نقول إثباتهم سبع صفات، يجب أن نعلم أنه ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، بل هو إثبات فيه انحراف. الردود عليهم ذاك ردود كثيرة، لكننا نختصرها، نختصر هذه الردود. يقول الردود يا إخوان نقول لهم الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. ما في الصحابة وكبار التابعين ما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولذا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه، نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. ولا نتعدى الصحابة كلهم، الصحابة ما عرفنا أحد يستدل في باب الصفات بالعقل أبدا، وإنما كلهم ما عرفنا أحدا يستدل بالعقل منهم في باب الصفات، وما ذكر العلماء أحدا منهم. حتى هؤلاء الذين يستدلون بالعقل ما ذكروا عن الصحابة شيئا منهم، لكن لا يوجد أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى رجعوا إلى العقل
في باب إثبات الصفات أو نفيها، وإذا ذكروا صفة استدلوا بالقرآن أو بالسنة. ولذا قرأنا في كتب العلماء رحمهم الله ما علمنا أحدا منهم عارض في إثبات أي صفة. لماذا؟ لأن عقله لا يتحمل. عقل المسلم أو عقل أي إنسان لا يتحمل، لأن صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها إلا الرسل. أما أنت عقلك قاصر، عقلك قاصر لا تعلم إلا ما علمك الله أو علمك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بلا منازعة وبلا أسئلة. فإذا حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا حديث صحيح أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، الرسول عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، لم نعرف أحدا منهم قال كيف ينزل، لم يقل أحد منهم كيف ينزل. ولما حدثهم أن الله استوى على العرش لم يقولوا كيف استوى. لماذا؟ لأنهم يملكون من الأدب مع الله تعالى ومع رسوله ما ليس عند بعض المتأخرين. المتأخرون المحدثون الآن الذين غاب عنهم فهم القرآن وفهم السنة تجد عندهم إرادات على صفات الله ما لا يوردون على صفات المخلوق، يوردون على صفات الله عز وجل إرادات لكن المخلوق لا يوردون عليه شيء. ولذا نسأل الله العافية، هم يسألون كيف كذا، كيف ينزل، كيف أين ينزل، ثلث الليل الأخير هنا، ثلث الأخير في الصين، ثلث الأخير في أمريكا. الإرادات هذه يلقيها الشيطان يا إخوان في قلب الإنسان ليوصل به إلى الزيف، نسأل الله العافية. ولذا يقول العلماء إن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب باب الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما نتلقاها من السمع، فإن العقل لا يمكنه إدراك ذلك ما يجب ويجوز ويمتنع بحق الله تعالى. ولذا ينبغي لنا يا إخواني ألا نتعرض لمثل هذه الأمور إلا ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. ويجر بنا أن نلتزم ما التزمه السلف، وقد وقع الضرر على الناس وجعلهم يتركون النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ما جعلهم يعملوا هذه إلا الغفلة عن فهم القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وصار الشيطان يورد في نفوسهم تساؤلات كثيرة، نسأل الله العافية. ولذا نقول الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لما كان عليه السلف الصالح، وما كان مخالفا لما عليه السلف الصالح فلا خير فيه. هم خير منا ونحن نحن خير منهم، هم خير منا كما شهد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ولذا المتأخرون ليسوا خيرا من السابقين. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله كلمة جميلة، إذا قال الجهمي كيف صفات الله، إذا سألك الجهمي كيف صفات الله اسأله قل كيف ذاته. هم يعترفون أن ذات الله، أن الله لله ذات وأنه موجود. فإذا سألك كيف صفاته اسأله قل كيف ذاته، إذ لا يمكنه أن يكيف. فإذا لم يمكننا تكييف الذات فإن الصفات تابعة للذات،
ولا يمكننا أبدا أن نكيف الصفات، لأن الصفة تابعة للموصوف، فما لا يدرك كنه ذاته لا يمكن أن يدرك كنه صفاته، وهذا شيء معلوم بالعقل والحس، وهو أيضا مخالف للأدب مع الله. كيف نتكلم في الله عز وجل فيما لا ندري عنه ثم نبطل كلام الله لأن العقل لا يثبته، أو نثبت ما لم يثبته الله لأن عقلك أثبته؟ وهل هذا إلا التقديم بين يدي الله ورسوله الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد نهينا يا إخوان أن نرفع أصواتنا وهو رفع حسي، ولا نجهر للرسول بالقول كجهر بعضنا البعض حتى لا تحبط أعمالنا. فكيف نرفع أصواتنا فوق صوت النبي رفعا معنويا بحيث نرد قوله بقولنا، لأن عقولنا لا تثبت ما قاله. الحقيقة يا إخوان الأمر خطير، وهؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب لولا أن بعضهم عرف بالنصح للأمة لكانوا على خطر عظيم، لكنهم مجتهدون متأولون، يعني من المجتهدين المتأولين. النووي رحمه الله أعماله كثيرة وكتبه كثيرة ولكنه مؤول، لكنه مجتهد. بعض من الناس، بعض من طلبة العلم كما يقولون النووي يجب أن نحرق كتبه لأنه مؤول. لا، هذا خطأ. لا نحرق كتب، لأن كتب فيها خير كثير وفيها فوائد عظيمة، ولكن ندعو له أن الله يغفر له ويرحمه وقد مات وهو مجتهد ومتأول. لكن يقول الإمام مالك رحمه الله كلمة جميلة يا إخوان: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن علماء المعطلة بينهم خلاف، لأن عقولهم متفاوتة، عقولهم متفاوتة، فبينهم تناقض في الأقوال، ودليل فساد أعمالهم تناقضهم. ولذا نقول الرجوع إلى العقل دائما، الرجوع إلى العقل دائما سبب إلى الاختلاف والتناقض، لأن كل واحد له عقل يرى أنه يجب الرجوع إليه، فتجدهم متناقضين. يقول بعضهم هذا واجب لله، والثاني يقول هذا ممتنع لله. إذن تناقض، بل إن بعضهم تجده في المؤلفات نفسه يتناقض، فيكتب في أول كتاب في حال يرى أن العقل دل على كذا ويقول العقل دل عليه، ويكتب بعد زمن آخر في حال يرى أن العقل لا يدل عليه بل يمنعه، فيقول العقل يمنع هذا. فهل نرجع في عقيدتنا إلى التي عليها مبنى إيماننا إلى آراء فلان وفلان مع تناقضها؟ هذا لا يمكن. ولذا نقول القول، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فالقول بالرجوع إلى العقل باطل، لأنه أيضا يستلزم التناقض، ويستلزم الاختلاف، ويستلزم الاضطراب، وأن يبني الإنسان عقيدته على أساسه، وأن يبقى العامة متارجحون بين فلان وفلان. والتناقض دليل على الفساد، لأن تناقض الأقوال يدل على أنه ليس لها أساس تنبني عليه
فتكون باطلة. واضطراد الأقوال دليل على سلامتها وصحتها. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم، لأن طريقتهم واحدة لم يستدلوا بالقرآن والسنة، لم نجد بينهم اختلاف في هذا الأمر. ولذا نعرف أن الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، هذا أيضا فيه محاذير كثيرة. نقول يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما يلزمهم فيما نفوا، وحينئذ لم يسلموا من التشبيه على زعمه. بل إن ذلك إخوان جناية على النصوص ولي لي الأعناق عما أريد بها إلى معنى آخر، نسأل الله العافية. ولذا نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن أشياء كثيرة من صفاته لا بد أن نثبتها كما جاءت. يعني مثلا يثبتون الإرادة، يقولون يثبتون الإرادة، أما الثواب فهو منفصل ليس من صفات الله، فيقول الله تعالى قال إن الله يحب المحسنين. هل الله يحب؟ إن الله يحب المتقين، هذه الصفة دليل المحبة. الصفة الصحيحة أن الله يحب ويحب، لكن هم يقولون معنى إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين يعني ثوابهم أو يثيبهم، أما أنه يحب هذا مستحيل. هذا يقول الله يقول هكذا وهم يقولون لا الله يحب، هذه عقيدة صحيحة أن الله يحب. فنقول لهم هذا جوابكم، إذا فسرتم المحبة بالإرادة لازمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن المخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدته على قاعدتكم. لكن الإنسان يا إخوان أدلتهم ضعيفة أدلتهم، لكن الإنسان إذا تأمل هذه المسائل وأحوال الناس فإنما سأل الله دائما التثبيت، لأن القلوب بيد الله عز وجل. والذي انصرف من صرف عن الحق مع وضوح وبيانه قادر على أن يصرف قلبك أنت، فيجب علينا أن نحمد الله ألا يلنه لم يجعلنا مثلهم، ونسأل الله الثبات كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. على كل يا إخوان أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.